الآنسة سابينا. يا حرام، امبارح ما اجيها نوم وطول الليل عم تبكي، قالت لي بدي كمل حواري مع شحاتي. الآنسة لوليتا، يا حرام قطعت لي قلبي، قالت لي أنا معجبة بشحاتي وبدي أخذ معه صورة للذكرى. هاي يا 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 أمّا شحاتي. لك يا شحاتي، الزلمة سخسخ حقيقي، اللي ما شاف شيء شاف سيئان لوليتا وسابينا وغشي. بدي اعرف ليش شاغل حالك بالاسم وشحاتة؟ هيدي خدام ولا يسوى؟ ليه زعرين سكوتك؟ انت منك فهمين الشيء. طب فهمني منشان نرتاح. شحاتة هيدا صوت فواز، يعني هيدا اللي بيعرف عنه كل صغير وكبير. وفرض انه كلب ما يبيع صاحبه؟ واحنا ما بدنا اياه يبيع صاحبه. لكن شو بدك؟ انا بدي اياه يكون صوتي اللي بينخر بودان فواز، عشان لما اعرض عليه صفقة الشغل يفضل ينخر وينخر لحد ما يوافق. خلاص وصل. لا مش معقول، لشو هيدا؟ صار لي ساعة ونص ناطرك يا شحاتي. قطرنا يا عم سليم، انا مش عارف مالي النهارده، كل ما فوق اميه اخوات على التاني. لا ما شاء الله ما شاء الله، شكلك مصحصح. مصحصح ايه؟ ده انا تعبان خالص. بقول لك ايه يا عم سليم، هو الحاج فواز اختفى فجأة راح فين؟ انسى الحاج هلا، بتلاقيه دايب دوب بالعسل. اه عسل. شحاتة، السفة هيدي فيها مكاسب خرافية الفواز، وأنا حينوبني من الحب جانب زي ما بتقولوا في مصر. أنت ليه ما عم تشرب؟ أصلا حرام حرام. خليه على راحته شحادي، لو ساعدتني إنه هالصفقة هيدي تتم حيطلع لك عمولة منيحة وحتحسن وضعك المالي. شو ما بدك أغمرة؟ لا أسكي بصراحة، أنتو حلوين قوي، مش حرام حرام. الظاهر إنه مش حد بيحب مرته كتير. حرام لك، يحرم جلدك عن عظمك، ما فيك نظر وليه؟ لا حرام 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 حرام. لا لا يا لو يا لو يا لو يا لو يا لو يا لو يا لو. حياتي مش حاسس إنه هاليومين قطعوا بسرعة. هو انت الواحد ممكن يحس معاكي بحاجه يا مولانا؟ مش عم بقول لك انت بتجنن. معقوله السعاده ممكن يبقى ليها كذا وش؟ مش عم بفهم عليك. يعني ممكن تعمل نفس الحاجه هي هي بس تحس احساس سعاده مختلف. سبحان الله. لا في اشياء كتير لازم اعرفها، خبرني حبيبي شو في. يا حبيبتي ما تتخضيش قوي كده ولا حاجه. أنا اللي مستغرب له إني بقالي كتير قوي ما حسيتش الإحساس ده. هيدا حبيبي لأنه أنت مدفون جوا شغلك بين الشغالين والمحلات، بس بوعدك من اليوم ورايح رح نعيش عيشة كتير حلوة، عيشة أوروبية. شغل شغل بس بالفرص بدنا نروح نتفسح ونبرم العالم كله. طب ما تقولي الكلام بقى ده لأبوكي. لا شو بو بي؟ جايب لي الناس بتوع فرصة العمر اللي خاوت دماغي بيهم من يوم ما عرفته وقاعدين تحت وقال لازم أنزل أقابلهم. طب فرصة حلوة ليه ما بتنزلهم؟ في شهر العسل؟ ايه في شهر العسل، ما عم بقلك فرصة حلوة. ما كان من شوية الشغل شغل وطريقة أوروبية والأجازة ونكسدر ونبرم ايه؟ طيب حبيبي ما أنا بهمني مصلحتك كمان. يا حبيبتي أصيلة أصيلة يعني. خذي يا خذ خذ. شحاتة صباح الخير يا شحاتة. صباح الخير يا شحاتة. صباح النور يا حاج. صباح الفل. صباح الخير يا شحاتة. صباح النور يا حاج. كويس تمام يا حاج. مالك؟ ابدا يا حاج مفيش. اهلا اهلا يا حاج، معلش هناخد لك شوية من العروس لانه الجماعة ناطرينك صار لهم اكتر من ساعة. يا عم انا مش عارف انت حامل ايه على الشغل كده، ما تسيبني رايح شوية يا جدع، انا لسه عريس. احنا متفقين
انه في بعض الفرص ما لازم تضيع من ايدنا. ايش يلا شحات، يلا شحات، وسع انت بابا، وسع وسع، خليك جنب الاسانسير. تفضل يا جوز بنتي. حتى كمان هنا حد رجل الاعمال المصمم العالمي فواز الصياد، مستر جورج بيتر، من اكبر مستوردي الازياء الشرقيه في العالم. حصلت البركة. ماي بارتنر، شريكي، مروان صبري. اهلا وسهلا. نورت بيروت بقدومك حاج فواز. منوره باهلا. عند مسز ساره برنار، مديره التسويق في الفاشن وورلد. نو تاتش، سوري، لا ما بيسلمش. تقول لك عليا ارهابي دلوقتي. I'm so sorry my lady. الحاج فواز على وضوء عشان الصلاه. تفضل. شوف مستر فواز، نحن بدون ما ندخل المقدمات بدنا ناخذ منك شغل لنعرضه بجنوب شرق اسيا وبدول اوروبيه كمان، وهيدا حيفتح لنا سوق جديد. والاسعار، الحج بتاجر وبحب يعرف شو الاسعار. مينيموم 3 أضعاف من اللي بتكسبه عندك بمصر. واو، معقولة 3 أضعاف؟ يا حاج أنا قلت لك هيدي صفقة العمر. شو رأيك يا مروان؟ والله أنا بشوف إن الحاج فواز بده يحط إيده على كل التفاصيل. أكيد، بس لازم نعرف أولاً رأيه المبدئي. كلام حلو، كلام حلو جداً. يعني موافق مبدئيا؟ يا رجل، هو حد يقدر يرفض عرض مغري زي ده؟ عظيم، يعني بنخلص معهم الاتفاقيه اليوم. انا بس عايز اسال سؤال. شو هالسؤال؟ ما تسيبني بقى اسالهم يا حمايه، بقى خليني مني ليهم كده. اتفضل يا حاج. العرض مغري مغري مغري. انما ايه المقابل؟ مقابل يعني اكيد هيبقى فيه عقود وفيها شروط معينه. اكيد يا حاج، هو في عقد بدون شروط؟ طب ما تسيبنا اسمع منهم يا حمايه. اكيد في شروط يا حاج. حلو، انا عايز اعرف بقى ايه الشرط اللي ما فيهوش تفاوض، وازاي عرفت انا بكسب كام عشان تقولي 3 أضعاف؟ بدي اعرف. خير يا حاج، شايفك ساكت وما رديت على الناس اللي بدهم يعملوا معك بزنس. انا قلت هفكر واعتقد ده من حقي. بس يا حج هيدا عرض جميل جدا ورائع، هيدول عرضوا عليك 3 أضعاف، زباين بدهم بضاعتك بالاسم والماركة. بقى انا بقول لك انه عرض هايل وصعب يترفض طبعا، بس انا عندي التزامات مع شركات تانية، لازم اشوف ازاي اخرج منها، مش عايز اللي اكسبه من هنا اخسره هناك. انا شايف انك اقتنعت يا حج. العجلة من الشيطان يا حماية، عايزين الصبر منه، نفكر وناخد وقتنا عشان نعرف نكسبها ازاي. يعني هالعمليه هيدي لو تمت صح، يا سلام قديش فيها مكاسب. ما هو عشان تتم صح يلزمها وقت وتفكير وتخطيط، وبدل ما الثلاث اضعاف ممكن يبقوا 4 و5 كمان. برافو يا صهر، والله شخصيتك بتقول انك تاجر وابن سوق محنك بجد. تلميذك يا حماية العزيز. طبعا اذنك هروح وصل الجماعه. اتفضل. بقول لك يا حاج، الراجل ده انا مش مستريح له، وما تعرفش عمل فيا ايه. ده عارف، وعارف انك اتنيلت واتدهولت على عينك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ وعرفت منين يا حاج؟ باين على وشك، انت مش شايف؟ وريني. وريني. يا نهار اسود. ايه يا حاج؟ ده تكنيله فضحتنا. وان انا ما عملت حاجه. ما انا عارف انك ما عملتش، ومتاكد كمان. عارف ليه؟ ليه؟ عارف. ايه؟ عشان انت خلاص بقيت عينه ابو سميحه. ابو سميحه ولا مسميح؟ يا حاج انا ده انا لو دورت هلاقيكم مسميحه كمان.
طب بقول لك يا حاج، انت ناوي تخش الشغلانه مع الراجل ده؟ انت مالك؟ مالكش دعوه بالحاجات دي، اوعى تتدخل فيها يا شحاته. اوعى تتدخل في حاجه ما تخصكش. الله يبارك. انت المطلوب منك تكلمهم في مصر، تقول لهم بكره احنا راجعين ان شاء الله. ايه ده؟ بكره بكره؟ امال بكره امبارح؟ طبعا انت متضايق، وريني متضايق. لا هبقى اجيبك لوحدك يا شحاته. طب العروسه دي هتعمل فيها ايه؟ ده صوت شحاته ده؟ ما ده صوت شحاته ده ولا ايه؟ ده شحاته. لا حول ولا قوه الا بالله. لا اله الا الله، لا اله الا الله. حاجي فواز، انا معجب فيك كتير وبتمنى نقرب ونتعرف على بعض اكتر. بعرف ان الوقت منه مناسب لاي حكي. هيدا بزنس كارد تبعي، في كل اتصالاتي. اتمنى ان يحصل بيناتنا اتصال، في حاجات كتير ممكن نحكي فيها. حصل ان شاء الله.